الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن عن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ودي المرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017 للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. المادة دي بتمنح الأمين العام سلطة لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. المادة 99 من الميثاق بتعتبر هي الآلية اللي بيمتلكها الأمين العام لوقف الأعمال الوحشية اللي بيرتكبها جيش الاحتلال في غزة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على تليفون الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي. دكتور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. بداية، تفاصيل ما يشمل عليه تطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 99 بتتيح للأمين العام تنبيه مجلس الأمن إلى مسألة يمكن أن تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو وجد أن ما يحدث حاليا في غزة من أخطر الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث إنسانية، وهو ما يقتضي أن يقوم مجلس الأمن بدوره وفقا للقانون الدولي بحفظ السلم والأمن الدولي بمنع الدول التي تعترض صدور قرار بوقف إطلاق النار نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في غزة بصفة يومية ومستمرة، وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد لها العالم مثيل من قبل. طيب دكتور، وحضرتك بتقول إن هذه المادة دورها لفت انتباه مجلس الأمن، هل يحتاج مجلس الأمن إلى لفت انتباه لما يحدث؟ لا، هي تعتبر إنذار. يعني كلمة في نص ميثاق الأمم المتحدة أن ينبه، التنبيه هو عقوبة أو إنذار، وبالتالي هذا الإنذار موجه إلى الدول، لأن مجلس إن الأمين العام هو ليس له سلطة، فهذه أقوى سلطة له أن يصدر تنبيه لمجلس الأمن. هو فعلا أصدر تنبيه لمجلس الأمن، وبناء على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر، ومطروح طبعا قرار معد من أسبانيا والإمارات أيدته ب وقف فوري لإطلاق النار لاعتبارات إنسانية، لأن المهازل التي تحدث تؤدي إلى زيادة تفاقم الأمر وانهيار المنظومة الصحية بالكامل وتفشي الأوبئة والأمراض، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة. فيبقى إذن هي ليست مجرد يعني إنه رسالة بيقول له أنت متأخر، لا، هو ده يعتبر عقوبة أو لفت نظر. هذا لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة من قبل إلا سنة 1960 حينما فعل داك هومرشيلد ذلك في الكونغو، وأدى هذا إلى تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لإيقاف القتال وللفصل بين المتحاربين اللي كانت بتأيدهم سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت. أكيد. طيب، جوتيريش طالب مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه لمنع كارثة إنسانية في القطاع، هل تتوقع استجابة لهذه المطالب؟ الحقيقة هو المطلوب أنه الولايات المتحدة لا تستخدم الفيتو، لأن هو حاليا الاتجاه الغالب في مجلس الأمن حاليا أنه يجب وقف إطلاق النار فورا للكثير من الاعتبارات وعلى رأسها الاعتبارات الإنسانية. فالولايات المتحدة في آخر تصريح لها على حسب ما أدلى بلينكين و الإدارة الأمريكية إنه الحرب يجب أن تأخذ أسابيع وليست أشهر. يعني هم كل بيطالبوا به إسرائيل استمري في الحرب، لكن ليس لعدة أشهر كما تقول إسرائيل ولكن لعدة أسابيع. طبعا هذا تصريح خطير جدا ويتعارض مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إنه بينبه المجلس إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورا. والمطروح اليوم على مجلس الأمن سيطرح قرار بوقف فوري لإطلاق النار. لو الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم حق الفيتو، يبقى إذن سيصدر هذا القرار، ولكن
استخدامها للحق الفيتو على هذا القرار معناه أنها تعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة. طيب توقعات حضرتك لما سيحدث، هل بالفعل من الممكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق الفيتو، ولا من الممكن أن الضغوط الدولية عليها كحكومة وأيضا من الشعب الأمريكي من الممكن أن يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام الفيتو؟ هو الحقيقة طبعا أنه عدم استخدام حق الفيتو في هذا الأمر سيؤدي إلى ارتياح عالمي، لأنه حتى ما يخرج من الولايات المتحدة حاليا أنه في تململ من المسؤولين، وأن صبرهم الأمريكيين وأن صبرهم بدأ ينقص مما تقوم به إسرائيل ومن استمرارها في قتل المدنيين. هي إسرائيل بتدعي أنها تحارب حماس، في الوقت الحالي إسرائيل لا تحارب حماس، نحن لا نرى حرب من إسرائيل لحماس، ولكن نرى بالعكس دفاع من رجال حماس والمقاومة كتائب القسام لما يرتكبه الإسرائيليين من هجوم وتوغل قواتهم العسكرية في داخل غزة. هم يحاولوا إيقاف هذا، وبالتالي إحنا القتال اللي بنراه هذا قتال تقوم به حماس دفاعا عن نفسها ودفاعا عن شعبهم ودفاعا عن المدنيين الذين تقتحم إسرائيل مستشفياتهم وبيوتهم ومراكز إيوائهم وما إلى ذلك. فما نراه ان اسرائيل لا تشن حرب على حماس، وانما تشن حرب على الاطفال وعلى نساء امنين ساكنين في مساكن، وهؤلاء مدنيين لا يجوز قتالهم وفقا لاتفاقيات جنيف الاربعه عزيز. التي ابرمت منذ سنه 1900. طيب دكتور لو افترضنا ان الولايات المتحده الامريكيه لم تستخدم الفيتو وخرج قرار من مجلس الامن بوقف فوري لاطلاق النار، امكانيه تطبيقه يا فندم؟ في هذه الحالة يتعين تشكيل قوة لمنع توغل إسرائيل وردها إلى حدودها ومنع قواتها من التواجد في داخل قطاع غزة وصلا للفصل السابع. هذا ما يجب أن يترتب على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، لأنه مثل هذا القرار يجب تنفيذه، وتنفيذه لا يمكن أن يتم إلا وفقا للفصل السابع الذي يسمح للمجلس بتشكيل قوة لتنفيذه بالقوة في حالة امتناع إسرائيل عن تنفيذه. عشان كده يمكن حضرتك تلاحظ أن الرد الفعل على خطاب جوتيريش لم يصدر من الولايات المتحدة، ولكن صدر من إسرائيل. إسرائيل هي التي اعترضت على هذا القرار. كان في تصريح بالفعل لإيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل بيقول إن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتهدد السلم العالمي بعد إرساله خطاب لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل مادة 99 من ميثاق الأمم، وقال كمان على موقع أكس إن هو ما يحدث ولاية جوتيريش تشكل خطر على السلام العالمي، وإذا أرادت العالم أن يعيش في هدوء عليه أن يساهم في تحرير غزة من حكم حماس على حد قوله. هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، إذا رد الفعل صادر من إسرائيل وليس من أمريكا. المفروض أن المعنية بهذه الرسالة هي أساسا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي التي تعرقل إصدار قرار، وبالتالي لما يصدر من إسرائيل معناها انها ترغب في استمرار هذا الوضع، ترغب في استمرار تفاقم الامور، ترغب في الاستمرار في قتل الفلسطينيين. هي تقول اننا لن نقبل حرب الا بعد الانتصار على حماس. كيف ستنتصر على حماس وهي اصلا لا تحاربها؟ نحن لا نرى ان اسرائيل بتحارب حماس، احنا شايفين انها بتقتل اطفال، بتهاجم مستشفيات، بتهاجم مراكز ايواء، بتهاجم مدنيين، بتقتل اطفال. هل هذا قتال لحماس؟ هي لا تقاتل حماس، وكيف ستنتصر؟ ومتى ستنتصر؟ حتى لو قعدت سنين هي لن تنتصر، وهي بالعكس هي الفلسطينيين بيكبدونهم خسائر فادحه يوميا، قتلى من الجنود والضباط الاسرائيليين الذين يرهبون اصلا الفلسطينيين في الوقت الحالي. اكيد اكيد حضرتك تابعت الصوره اللي شفناها كلنا على السوشيال ميديا امبارح من
تعرية عدد كبير من الفلسطينيين والتنكيل بهم ومن ثم اقتيادهم في عربة إلى أماكن مجهولة حتى الآن، مش عارفين مصيرهم هيكونوا عامل إزاي، حتى أن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي دكتور بدأ يقارن ده بما فعله داعش، على الرغم من ده أنه المقارنة بعيدة تماما. على الأقل داعش هي منظمة إرهابية باعتراف الجميع، أما دي فهي تدعي أن هي دولة ولها مؤسسات، حتى أنه داعش يعني ما قدرتش أن هي تفعل ما فعلته قوات الاحتلال بالأمس في هذه الصورة المهينة من الإذلال لأبناء الشعب الفلسطيني. في نظر القانون الدولي كيف تقيمون هذه الصورة؟ فعلا هي هذه الصورة تعتبر من أقوى الدلائل على أن إسرائيل هي دولة إرهابية، لأنها تقوم بأعمال غير إنسانية، بأنها تحتقر الأسرى يجب معاملتهم باحترام، ويجب عدم القصد من كرامتهم، ويجب تقديم كل الرعاية اللازمة لهم، لأن هذا مقرر وفقا لأحكام القانون الدولي وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة. وبالتالي ما قامت به إسرائيل في هذا الشأن يعتبر عمل مناهض لكل أحكام القانون الدولي، ويستوجب عقاب رادع لهذه. وبالتالي هنا المحكمة الجنائية الدولية لا شك أن هذه الجريمة يجب أن تضاف إليها، وهذا ما يقوم به كريم خان اللي هو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الذي يجب عليه أن يضيف هذه الجريمة إلى كل الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل، والتي تخالف بها أحكام القانون الدولي، والتي تتحدى بها العالم كله، ولأنه لا توجد قوة في العالم كله تقف في مواجهة هذا الطرف وهذا العدوان الإسرائيلي لمجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحميها. الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس كانت تسير طائراتها فوق غزة للبحث عن الأسرى، هل هذا أمر متصور؟ كيف ستبحث هذه السيارات عن الأسرى أو ما تقول عنهم أنهم رهائن ومنهم أمريكيين؟ الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة هو الجلوس مع الفلسطينيين والتفاوض معهم للحصول على هؤلاء الأسرى. وأكثر من مرة أعلنت كتائب القسام أنهم مستعدين لتسليم الأسرى، ولكن وفقا للشروط المنطقية التي يجب أن تحترمها إسرائيل. إسرائيل بصلافة لا تريد أن تحترم هذه الشروط وتستمر في ارتكاب الجرائم الوحشية والمهازل والأعمال المحطة للكرامة البشرية التي يجب أن يرفضها أي إنسان في العالم. ده في حالة إن كان الهدف هو فعلا الحصول على الأسرى، ولكن إحنا شفنا لمدة أسابيع في البداية إلى أن علت الأصوات في إسرائيل، أهل الأسرى هم اللي طلبوا، ووقتها بقى ابتدى تحويل دفة الكلام على الكلام على الأسرى، ولكن قبلها لم يكن من الأهداف المعلنة أبدا تحرير المحتجزين، بالعكس كانوا بيتكلموا دايما في الانتقام والإبادة و. طيب خلينا نقول إن حضرتك بتتكلم على ان الولايات المتحدة الأمريكية قد تستخدم الفيتو او قد لا تستخدم الفيتو، الا يتم التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها هي التي تحارب؟ احنا شايفين يعني كم الأسلحة اللي هي ارسلته، كم الدعم الذي تقدمه، اكثر من مشروع قانون تم تقديمه لمزيد من المساعدات المالية لإسرائيل، كيف يتم التعامل مع الولايات المتحدة في المجتمع الدولي؟ مع الأسف إنه القانون الدولي يقف عاجزا عن محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في الواقع هي التي تصنع القانون، هي التي تجيز إصدار قرار أو تمنع إصدار قرار. هذا الموقف الغير الطبيعي الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشاركتها في الحرب العالمية الثانية التي انتهت منذ سنة 1945، وهي تتمتع بمركز متميز إلى جانب أربع دول أخرى في مجلس الأمن، أنها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ويحق لها إصدار قرار بالفيتو أو بمنع صدور قرار. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب معاقبتها، لأنها فعلا شريكة في هذه الحرب بكل ما أرسلته من مساعدات سواء عسكرية أو لوجستية أو مالية أو غيره لإسرائيل، وقيام بعض أجهزة تابعة لها بالاشتراك في الحرب، لأنه هي كانت تصد بعض الطائرات التي موجهة من اليمن إلى إسرائيل والصواريخ، وكذلك في لبنان. وبالتالي فهنا كل هدف الولايات المتحدة منع انتشار الحرب وزيادة
الدول المشاركه في الحرب، لكن هي لن تستطيع ان تفعل ذلك بسبب استمرار الوحشيه الاسرائيليه، ان الدول في الوقت الحالي مدفوعه بشعوبها ترغب في ايقاف هذه المهازل، وايقاف هذه المهازل في الوقت الحالي طالما انه لا يتم وفقا للقانون، والطريقه الوحيده انه يتم بالقوه، وبالتالي ده يؤدي الى توسيع دائره الحرب، انه اكثر من دوله يمكن ان تشارك في هذه الحرب لمنع اسرائيل من الاستمرار في جرائمها الوحشيه. القانون الدولي وقف الان عاجزا عن حل هذه المشكله، لانه لا يستطيع ان يقول للولايات المتحده الامريكيه انت مخطئه وانت مخالفه للقانون وانت ارتكبت جرائم اباده جماعيه في غزه وشاركت في هذه الجرائم. هذا هو الواقع مع الاسف، انه القانون الدولي اصبح هو مجرد قانون القوه، من لديه القوه هو الذي يفرض احكام القانون، ومن ليس له قوه بيقف عاجز عن الحصول على حقوقه او ابسط حقوقه كما نرى بالنسبه للفلسطينيين. طيب دكتور، لو رجعنا مره اخرى للصوره المنتشره للمدنيين الفلسطينيين اللي بيتم التنكيل بيهم، حضرتك قلت انه المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه في هذه الحاله من المفترض ان هو يتدخل، هل يحتاج الى مذكرات تقدم ليه، ولا هو بمجرد ما هو تابع وراء هذا المشهد وهذه الصوره من الممكن ان يتدخل؟ وشكل التدخل يكون عامل ازاي؟ هو الحقيقه انه تم فتح ملف لفلسطين باعتبارها عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه لمشاركتها في اتفاقيه روما وانضمامها الى المعاهده، اصبحت عضو في المحكمه الجنائيه الدوليه وقامت بتقديم طلب وايدتها في هذا جنوب افريقيا وعده دول اخرى، وتم تقديم باعتبار انه هذه دول اعضاء في قصر روما المنشاه المحكمه الجنائيه الدوليه، وهذه الدول يحق لها ان تطلب اجراء تحقيق عن ارتكاب جرائم حرب، وهو ما يحدث في فلسطين في الوقت الحالي، وبالتالي هذا الملف فتح فعلا، ويقوم كريم خان اللي هو المدعي العام في هذه المحكمه باستكمال التحقيقات وجمع الادله والوثائق وسماع الشهود لتحديد المتهمين في هذه الجرائم الوحشيه. جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في غزه بتستتبع توجيه الاتهام. معلش اذا سمحت لي يا دكتور، هل بيتم تغذيه هذا الملف باستمرار؟ يعني كاشخاص مثلا ممكن نكون بنتابع ونشوف مشاهد على السوشيال ميديا، هل من الممكن شخص عادي يتقدم الى الجنائيه الدوليه بحيث ان هو يعزز من الادله الموجوده في هذا الملف، ولا لازم مؤسسات وكيانات ودول؟ الحقيقه ان الاشخاص العاديين ليس من حقهم الالتجاء، لان هم هو ليس عضو الذي يحق له التوجه الى المحكمه الجنائيه الدوليه، هي الدول الاعضاء في اتفاقيه روما فقط، وهي الدول الاعضاء، وفلسطين من هذه الدول، وفلسطين بتتقدم بطلبات، وهي التي يجب عليها ايضا ان تتابع هذا الملف بمساعده الدول الاخرى، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ليست لديها القوه اللازمه لتتابع وتوالي الخطوات، ولكن تحتاج الى دعم. يجب على كل دول العالم ان تساعد المحكمه الجنائيه الدوليه في استكمال هذا الملف وفي الامر بالقبض على مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الفظائع، واللي من ضمنها الجريمه الوحشيه في اساءه معامله الاسرى. وصلت الصوره وامتهان كرامتهم. كل الشكر ليك الدكتور ابراهيم احمد استاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا يا فندم.